إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهاب. إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. لا قبة ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب. كلا ولا شجر ولا حجر ولا عين ولا نصب من الأنصاب. أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو ودعة أو ناب. لرجاء نفع أو لدفع بلية الله ينفعني ويدفع ما بي. والابتداع وكل أمر محدث في الدين ينكره أولو الألباب. أرجو بأني لا أقاربه ولا أرضاه دينا وهو غير صواب. وأمر آيات الصفات كما أتت بخلاف كل مؤول مرتاب. والاستواء فإن حسبي قدوة فيه مقال السادة الأقطاب. الشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن حنبل اتق الأواب. وكلام ربي لا أقول عبارة كمقال ذي التأويل في ذا الباب. بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب. هذا الذي جاء الصحيح بنصه وهو اعتقاد الآل والأصحاب. وبعصرنا من جاء معتقدا به صاحوا عليه مجسم وهاب. جاء الحديث بغربة الإسلام فليبكي المحب لغربة الأحباب. هذا زمان من أراد نجاته لا يعتمد إلا حضور كتاب. خير له من صاحب متجهم ذي بدعة يمشي كمشي غراب. مهما تلا القرآن قال عبارة أي إنه كمترجم لخطاب. وإذا تلا آية الصفات يخوض في تأويله خوضا بغير حساب. فالله يحمينا ويحفظ ديننا من شر كل معاند سباب. ويؤيد الدين الحنيف بعصبة متمسكين بسنة وكتاب. لا يأخذون برأيهم وقياسهم ولهم إلى الوحيين خير مآب. لا يشربون من المكدر إنما لهم المصفى من ألذ شراب. قد أخبر المختار عنهم أنهم غرباء بين الأهل والأصحاب. في معزل عنهم وعن شطحاتهم وعن الغلو وعن بناء قباب. سلكوا طريق التابعين على الهدى ومشوا على منهاجهم بصواب. من أجل ذا أهل الغلو تنافروا عنهم فقلنا ليس ذا بعجاب. نفر الذين دعاهم خير الورى إذ لقبوه بساحر كذاب. مع علمهم بأمانة وديانة وصيانة فيه وصدق جواب. صلى عليه الله ما هب الصبا وعلى جميع الآل والأصحاب. صلى عليه الله ما هب الصبا وعلى جميع الآل والأصحاب.